إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ام اس ان بوت 2013. إذن اليوم إن شاء الله سنتطرق لطريقة استعمال البرنامج مشاهدة قنوات تلفزيونية وهو لايف ستاشن. إذن دبل كليك على البرنامج ندخل البيانات، يعني الباسورد والإيميل أدرس، يتم تسجيل الدخول. تم تسجيل الدخول. إذن هنا ماي شانلز، ما يسمى بماي شانلز وهو إذاعاتك الخاصة والتي يمكنك إدخال القنوات من هنا من تيرش. يعني نختار الكاتيجوري مثلا سبورت، نضغط على تيرش، ننتظر قليلا. اذا هنا هي لائحة القنوات للسبورت، كويت شانل، MTA العربية، جواهرة FM، اي تي في سبورت لايف، راديو اكسبورت، راي سبورت، قرآن، سندخل كمثال الجزيرة ثم سننتظر. هنا لديك جي اس كي، جي اس سي دوكيومنتاري. اذا اذا اردت تضيفها الى قنواتك ما عليك الا الدعس على هذا الزر. سنختار كمثال الجزيرة تي في، ثم الضغط. بعد الدعس ترى هنا الجزيرة تي في was successfully added. الجزيرة تي في وهنا يعني البرنامج له مميزات كثيرة. أدعوكم لاستكشاف البرنامج وكل ما فيه. إذا كان معكم MSN بوت 2013، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.